فالشعائر المكانية أعظمها هذا البيت، أعظم الشعائر المكانية بيت الله الأول. فالشعائر المكانية أعظمها هذا البيت، أعظم الشعائر المكانية بيت الله الأول، البيت المبارك، البيت الهدى للعالمين، البيت المحرم، البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، البيت الذي جعله الله قبلة للناس، البيت الذي جعله الله قياما للناس. والإنسان يقف، هذا كله كلام من؟ وهذا كله اصطفاء من؟ وعطاء من؟ واختصاص من؟ إنه اصطفاء الله جل جلاله لهذا البيت العتيق، وذلك نجده في كتاب ربنا جل جلاله. فنقرأ في القرآن قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن هو البيت المبارك بكلام الله، وهو البيت الهدى للعالمين بكلام الله، ونجد في كتاب الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس، القلوب معلقة بهذا البيت، تحن إليه وتبذل الغالي والنفيس وتتحمل كل جهد وتعب لتصل إليه. فإذا ما وصلت إليه وأخذت نصيبها منه اشتاقت إلى أهلها فرجعت، وما أن تعود إلى أهلها إلا ويتجدد الحنين والشوق إلى هذا البيت، لأن الله جعله مثابة وجعله أمناً، أمناً في ذاته. فالله هو الذي أمنه، والله عز وجل أعلن ضمانا ببقائه وأنه سيبقى إلى يوم القيامة، سيبقى هذا البيت أمناً في ذاته. وقال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، فجعله قياماً